تلميذة ديال ثانية بكالوريا، شابة ديال علوم إنسانية. حصلت على البكالوريا في هذه السنة هذه بالميزة ديال حسن جدا، نقطة 18.59، وكانت هي الأولى على مستوى الثانوية ديالي اللي هي مولاي علي شريف، وعلى مستوى أيضا الإقليم ديال ميدلي. كنت في السنة الماضية على معدل ديال 18.74 في الامتحان الجهوي. كان على الرغم من الظروف الصعيبة اللي دازت فيها بحكم يعني الظروف ديال الوباء، بالرغم من هذا الشيء قدرت صراحة نتفوق الحمد لله، وهذا كان حافز كبير ليا باش انني نزيد نعطي اكثر في الوطني، بحكم ان الجهوي يعني كيساعد بنسبة كبيرة في المعدل العام. وبطبيعة الحال الوطني حتى هو كان في الوقيته ديال البريباراسيون ما كانش سهلة، بحكم يعني الظروف اللي قرينا فيها هذه السنة كانت يعني الظروف ديال التعليم بالتناوب، كنا كنقراو اسبوع واسبوع ما كناش كنقراو، يعني كنخصك دير مجهود مضاعف في الدار، ويعني مجموعه من المعلومات كتقدر يعني ما تقدرش يعني تحصل عليها مباشره من هذا الاستاذ، وبالتالي كتكون ناقصه، يعني خصك انت تطور راسك اكثر. وبالنسبه للوقيته ديال الاستعداد للامتحان كانت يعني في الشهور الاخيره ديال ما قبل الامتحان، كانت صراحه دازت في ظروف اللي هي زوينه، كان يعني سهر بطبيعة الحال، كان يعني جد ومثابرة، والحمد لله يعني ملي كتجيني النتائج ديال هاد العمل يعني الجاد وهذا يعني راه مكيبقاش ليك الحال، كتقول الحمد لله بعدا على الأقل يعني لقيت شي نتائج، وهذه بطبيعة الحال حاجة كتفرح وكتشرفني بزاف. وبهذه المناسبة السعيدة كنبغي نتقدم بالشكر الجزيل لكل من العائلة ديالتي الصغيرة بطبيعة الحال، والدين ديالي اللي عاونوني بزاف في جميع المراحل ديال هاد السنوات اللي دازو، كان عندهم دور كبير بزاف في هاد النجاح اللي حققته الحمد لله. الوالدين ديالي على الرأس ديالهم بطبيعة الحال الوالدين ديالي، والأخت ديالي شهاب كنبغي نوجه ليها شكر كبير بزاف، كنشكرها بزاف وبركات ليا وتقدمت معايا هاد الفرح، وكنتمنى يعني التوفيق للاخوه ديالي كاملين، وكنبغي نشكرهم بزاف. الى جانب هاد يعني العائله ديالتي كنبغي نشكر ايضا الاساتذه ديالي، جميع الاطر سواء التربويه ولا الاداريه في المؤسسه ديالنا الثانويه ديال مولاي علي شريف في الريج، كنبغي نشكرهم بزاف جميع الاساتذه اللي درست عندهم وحتى اللي ما درستش عندهم، اللي قدموا لي اي معلومه ولو بسيطه ولو ماشي الماده اللي ماشي يعني، شكرا لهم بزاف على المساعده ديالهم والدعم النفسي ديالهم طيله هذه الفتره ديال يعني الوباء الى غير ذلك. كنبغي نشكر السيد المدير بطبيعه الحال، اي حارس عام كاين في الثانويه ديالتنا، يعني جميع يعني الاطر بطبيعه الحال، وكنبغي نشكر الطاقم ديال شوف تي في بطبيعه الحال على هذه الاستضافه. كنبغي نوجه يعني كلمه ايضا للصديقات ديالي اللي يعني بطبيعة الحال كنبغي نبارك ليهم ايضا النجاح ديالهم، وكنقول لهم مبروك عليكم، فرحت لكم بزاف، وكنبغي نقول لي يعني اللي ما توفقوش المستدركين حظ موفق في يعني في الاستدراكيه، واللي ما توفقوش ما بغيش يعني ما بغيهمش يقولوا بان هذه راه النهايه ديال العالم، هذه مجرد امتحان واختبار بسيط جدا، ويعني راه بزاف ديال الناس كاع ما عرفتش فين وصلوا على الرغم من انهم ما خداوش الباك غير يكون يعني انسان ذكي، ولا يعني راه يقدروا يديروا بزاف ديال الامور في الاخرين. شكرا لكم بزاف على هذه يعني هذه الزياره هذه، فرحتني بزاف وشرفت بيا ليا. نتمنى لجميع التلاميذ حظ موفق في جميع الاختبارات ديالهم وفي المستقبل ديالهم، كنتمنى يكون عندي مستقبل زاهر ان شاء الله، وان هذا الجهد اللي تبدل في هذه العامين بجوج ما يمشيش هكاك. كنبغي نقول يعني للتلاميذ الاخرين مبروك عليكم النجاح، وكنتمنى لكم مسيره موفقه، يعني مسار دراسي ان شاء الله موفق لينا كاملين، وانا اثق يعني في القدرات ديالي الحمد لله، ومتاكده من انني يعني غادي نجني الثمار ديال هذا الجهد هذا والتعب ديال هاد السنتين. شكرا بزاف.